السلام عليكم واهلا وسهلا بكل الصبايا الحلوين اللي عم يتابعوا قناتنا صبايا كيوت. رح اقدم لكم صبايا بهالفيديو طريقة عمل تسريحة شعر عرايسية ملكية كتير حلوة ولح تنال اعجابكم. قبل ما نبدا صبايا بالخطوات، بتمنى ان كل صبية جديدة عم تتابعنا تشترك بقناتنا وتعمل لايك للفيديو، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. وهلا حبايبي الحلوين، تابعوا الفيديو خطوة بخطوة، وبتمنى تعطوني رأيكم بخانة التعليقات. Thank you.
وبهالشكل صبايا بكون انتهت تسريحتنا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو وعجبكم واستفدتوا منه. واذا عجبكم حبايبي ما تنسوا تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم من قناتنا كل جديد. وما تنسوني يا حلوين من صالح دعاكم، بحبكم كتير.